في من حديث عن الإمام مسلم رحمه الله في حديث الإمام مسلم رحمه الله أن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم إنما بعثتك لأبتليك إنما بعثتك لأبتليك. وشوفوا دابا كنا كنتكلموا على البلاء ياك، فأعد لي البلاء كفافا. وشكون اللي بدا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال له إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. هذا معنى ديال أبتليك وأبتلي بك. معناها يبتليه هو يصبر على أداء ما كلفه الله به، وهم معصومون، الأنبياء الرسل عليهم معصومون، لا يعصوا الله ما أمرهم وما يعني يفعلون ما يمارون ويستعينون بالله. ها سيدنا موسى شحال مرة خاف بلا حساب، 8 مرات ولا 9 ولا كذا، ولكنه أدى، مشى لفرعون وقال له فرعون، قال له غادي ندير لك ونفعل لك، قال له أنت فرعون. إيوا وشنو آخر؟ وأبتلي بك، واش الناس يصدقوك ولا ما يصدقوك فيه؟ وأنزلت عليك كتابا، لا يغسله الماء، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، والكتاب لا تبيانا لكل شيء، ياك لا يغسله الماء يعني لهم في الصدور حافظين الناس، وما يمكنش ماريكان دابا قال لك عندهم القرآن ديالهم وعندهم داك الشيء، ما يمكنش، إنه يكون في صدور رجال ونساء ومؤمنات. معناها نحفظوا القرآن. واش معنى اللي حافظين هنا السلكه؟ حافظين القرآن؟ شكون؟ لا تحفظوا القرآن إن شاء الله وديروا دروس. راه ذكرنا قبيله قلنا نكونوا مدارس قرآن متنقلة، عبر مدرسة قرآنية متنقلة. قال لأبتليك إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقضانا. النبي صلى الله عليه وسلم يروي هذا عن ربه، قال وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت ربي إذن يثلغ رأسي فيدعوه خبزة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم خاف منه. سيدنا موسى لما تقراو القصة ديالو في القصص، في سورة القصص، شحال مرة كان يخاف سيدنا موسى؟ حسبوها بزاف المرات. فخرج منها خائفة ترقب زيد، فأوجد في نفسه خيبة موسى، وفرط منكم ما خفتكم زيد، وأخاف أن يقتلوني وأخي هارون وأطعمني لسانا فأرسلوا معي إذن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال تخافا إنني معكما، شحال هذه أحسن نسبة عدم زين، خذها ولا تخف. ففارسوا منكم مخف، قلناها يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الأمينين. وشوف إني لا يخاف لدي المرسلون. وشوف واش الأنبياء الرسل عليهم السلام كيخافوا ولا ما كيخافوش؟
جاني البشري منهم، قلنا ما أنا بشر مثلكم، ولكن قد جالك يوحى إليه كتقولوا إنك من الأمينين وصافي. وكيف قال الله تعالى في الحديث حنا غادي نشوفوا، خافوا أن يثلاغوا. شنو أن يثلاغوا رأسي؟ أن يشدخوا رأسي، خفتهم يهرسوا لي رأسي. يعرفوا كي يطلب الله تعالى لي. ولكن هالكلام جاي، فيدعوا خبزة، قال يستخرجهم كما استخرجوك، يستخرجهم كما استخرجوك، معناه يعني تحزم ويلا. ما قالوش غير جلس راه ما تخاف والو، ما لا. كان في الاول حرقهم، قال الله تعالى امره باش يحرق قريش. ايوا لما قال له يا ربي غادي يديروا له اسمو، قال له ها التحريق كيف يكون؟ يستخرجهم تحريق لهم، هاي تشوفوا كيفاش داير، يستخرجهم كما استخرجوك. ما خصناش نقرا القران والسنه بصراحه قراءه لفظيه، خصنا نتعمقوا في المعنى ديالها، وتسلسل معاني وتسلسل جمل والالفاظ وما وراءها. ولما نقراو في الكتاب ديال ابن مالك رحمه الله، نقراو في اسمه لمية الافعال والشرح ديالها، نشوفوا اشنا هو زياده الالفاظ، زياده الالفاظ في الفعلي تدل على زياده المعنى. يستخرجهم ماشي اخرجهم أخرج، هذا رباعي. يستخرج سداسي، أقسام يمكن الفعل هو سداسي. يستخرجهم كما استخرجوك. وهل استخرجوه ولا لا؟ بقوة. شنو داروا له؟ استخرجوا الطائف وكانوا غادي يقتلوه، وخرج كيف خرج؟ واش خرج في الهنا والأمان ولا خرج في ها سيدنا علي؟ نستحضروا كل هذه المعاني في دعاء الرابطة. ها سيدنا علي في الفراش ديال النبي صلى الله عليه وسلم، ها النبي صلى الله عليه وسلم اجناه كيوجد النياق، كيوجد شكون اللي غادي يقوهم، ها هما ركبوه في الغار، ها هما كذا، ها هذاك اللي تبعهم سراقة. نستحضروا هذا الشيء، هذا هو استخرجوك. يستخرجهم كما استخرجوك واغزوهم نغزيك. نغزيك اش يكون هذا الفعل هذا؟ ايوا تكلموا شويه، انا عييت. انا اغزى فعل رباعي. ايوا قول اسال الله. ها؟ نغزيك. شكون منكم اللي يقول لنا شي فعل ثلاثي والرباعي ديالو يدل على نغتيك كذا وكذا؟ كاين في العربية بزاف. ها ظهر أظهر هي ها مدى يمد، الله يرضي عليك. مدى وأمده، استمده قال له أمدني وأعطني فأمده. زيد لا كرمى، لا هذا كرمى أصلا، لا يعني إذا كان أفعال يدل على الاستجابة إلى طلب، طلب منك شي حاجة وأنت أعطيه. أعد يعد. الله يرضي عليك، شكون اللي قالها؟ شريف تبارك الله السي العلوي، الدكتور. إيوا الدكتور هذا. شكاه فأشكاه، الله يرضي عليك. ها؟ استقال فأقال، الله يرضي عليك، مزيان. استقال فأقاله. زيد آخر. شنو قال الصحابي؟ لا نقيل ولا نستقيل. شكون اللي ذكرنا بها؟ شكون اللي قالها؟ وعلاش قالها ومعناها؟ سيدنا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كتسمعوا لا؟
سيد الأنصار رضي الله تعالى عنه لما تكلم المقداد بن الأسود عن المهاجرين وأبل البلاء الحسن وقال يا رسول الله يعني لو استعرضت بنا هذا البحر لأخذناه معك، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى الأنصار ويقول لأنهم بايعوه على حمايته ليس على غزو الناس، فقال يا رسول الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشوف يعني ما تقولون أشيروا علي أيها الناس أشيروا علي، فقال سيدنا سعد والله كأنك تعنينا يا رسول الله الأنصار رضي الله عنه. نعم. والله احتقر ولا لا نقيل ولا نستقيل، ولو خدت بنا هذا لو استعرضت بنا هذا البحر لاخذناه معك، فامضي حيث امرك الله. هي فولو خدت بنا هذا البحر الغماد شنو هذاك؟ الى بركه الغماد لاخذناه. يا سيدنا يا رسول الله احنا تبايعنا وتشرينا ما نقيلوك شيء. ولا نستقيل نقول خلينا ما قلنا شيء. جزاكم الله خيرا. واغزوهم نغزيك وأنفق فسننفق عليك وأنفق فسننفق عليك، هذا وعد ياك، ولا سوف يعطيك سننفق عليك. أشنو الفرق بين سي وسوف؟ ها؟ سين الشيء إيه إيه سأخرج ياك، ولا بعد ثلاثة أيام سوف أخرج. زين فسننفق عليك وابعث جيشا وابعث جيشا نبعث خمسة مثله نبعث خمسة مثله. في القرآن الكريم كيف ما يكاسي مسومين بلان تصبروا واتقوا وياتكم فرمانكم ربكم بخمسة آلاف من ملائكة مسومين. فإذن هذا هو، قالوا نبعث خمسة مثله، واشتان بين ملائكة وبين بشر، غير ملك واحد يهزهم في صبعه هكا ورميهم. ولكن الله تعالى باش يورينا لان القلوب ديالنا ما تطمئنش، ما عرفناش القدر ديال الملائكه، فقال لك 5000 عداد ملائكه، واحد الملك صغير وما الملائكه شوم صغار، فيهم مراتب حتى هما فيهم. وقاتل من اطاع من عصاك، وقاتل لا وقاتل بمن أطاعك من عصاك، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. قال من عصاك، قال وأهل الجنة ثلاثة، أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط، ذو سلطان مقسط ماشي مقسط، ذو سلطان مقسط. شنو مقسط؟ ايوا سمعوا الاخرين سمعونا، عادل. وشنو هو قاسط؟ ها؟ واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. واقسطوا ان الله يحب المقسطين، العدل بالله بغينا العدل ياك. الحمد لله رب العالمين. ذو سلطان مقسط متصدق موفق، متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى، لكل ذي قربى. ومسلم عفيف متعفف ذو عيال، ومسلم عفيف متعفف ذو عيال. ولكن نزيدها عندنا، يعامل عياله بالتي أحسن، بالتي أحسن.
واش أهل الجنة غير هاد ثلاثة هو اللي كاين في الجنة؟ أعلى المراتب. أهل الجنة الذين هم لها أهل وبمراتب. أولا سلطان مقصد، ذو سلطان مقصد. علاش؟ لأنه الذي يدعوه إلى أن لا يكون مقصطا كثير، يعني البلاء شديد، الامتحان، الامتحان إذا كانت في يده سلطة، فالسلطة تريد أن يطغى وأن يتجبر وأن يتكبر وأن كذا، حتى إذا كانت سلطة دنيوية ولا دعوية. وهذا الشيء كنقول لكم دائما، علاش النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل كما يأكل العبد؟ كيف كيأكل العبد؟ كانوا العبيد هما الناس الطبقة ديال المساكين، الطبقة المحقورة، ما كياكلش متكي. شنو هو متكي؟ باش نعرفوا هذه، متكي كان لا ياكل متكئا، معنى متكئا ماشي هكذا، لا مربع، كيربع. حنا كنربعو كناكلو كان الله يسمح لينا، معنا خصنا على الاقل نديروها مره مره باش نديرو حل بصلاة مش على الكابينه هكذا. وانا اكل كما ياكل العبد، وما نديرو شي واحد الخوان هكا، الله يسمح لينا. انه دابا العاده والوسط الاجتماعي والفراس، وكنمشي مع الناس غير تاكل الخوان ولا تاكل كذا، ولكن نعاودو على الاقل على الاقل شي مره مره كنتذكر شكون انت عبد، جلس تاكل كما ياكل العبد بتواضع، يكون هذاك الشيء من قلبك واتباع النبي صلى الله عليه وسلم باش يكونوا حقيقة. يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.